السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدنسة ممكن تسطبها للنف سورفس تديك الإمكانية إن أنت تتجول أو تبحر عبر برنامج نف سورفس من خلال العفة إلى العاب بالشكل دوت. تقدر تحدد دي مثلا الزوم إن بالزرار دوت، الإكس راي هيبقى بالزرار دوت، الستارت، الحركة، كل ده بسهولة جدا تقدر من خلال عصر الألعاب العادية مش بيبقى 3D، تقدر تلف جوه المبنى وتشوف كل حاجة جوه المبنى.